السؤال الأول إنه متى نستخدم الصادات الحيوية وقائيا؟ لو واحد استحسن يتجاوب على هذا السؤال. متى نستخدم الصادات الحيوية وقائيا؟ وقائيا يعني ما في إنتانات. بعض العلامات الجراحية دكتور حكيم، أنا بجاوبك على السؤال. ممكن نستخدمه بحالي حكيم أو كذا حال. أنا قلت له لواحظ بس ما يعني كني ما انتبهت أو ما فتحت، أنا بشوف الترتيب عندي. طيب تفضل أحمد شيخ صالح. دكتور ممكن بعض العمليات الجراحية مثلا. بعد العمليات الجراحية، برافو عليك، قبل العمليات الجراحية وليس بعد العمليات الجراحية. نحن بعض العمليات الجراحية بتكون إنتاناتها كتير مرتفعة، خاصة العمليات العظمية. عارف شو الصاد اللي بنستخدمه قبل العمليات الجراحية العظمية يا أحمد؟ ممكن دكتور سيفتر ياكسون أو الأوغمانتين سيفازولين. خلي بس أحمد اللي جاوب أول واحد، بعدين أنا بطلب لا حدا يفتح يعني ما بظن. إذا سيفازولين أكثر شيء بنستخدمه بجميع العمليات الجراحية، سواء إصابات عظمية أو يعني ردود البطن، ردود الرأس والعنق، إذا في عندنا إصابات صدرية أو قلبية أو الرحم. بتلاقوا الدكتور يقول لهم عطوا صاد حيوي دخلوا للمريض على العملية. بيقولوا دائما ضمن الساعه الاولى من اجراء الشق الجراحي، يعني مو تحطوه بعد العمل الجراحي، ما صار اسمه صاد وقائي، قبل العمل الجراحي. وعم نعطي الجرعه الثانيه بعد 8 ساعات والجرعه الثالثه بالساعه 0 8 16، يعني كل 8 ساعات تقريبا. سيفازولين ممكن نعطيه 1 جرام أو 2 جرام، 2 جرام أفضل يعني، هو بيجي 1 جرام. طيب هاي قبل العمليات الجراحية. أحمد شو في استخدمها وقائيا؟ نستخدمها عند مصابتي المناعة. هيك ببساطة كل مريض مصاب مناعة بنعطيه صاد حيوي؟ لا، ما هو هالشيء مو صحيح. كيف نستخدم الصادات وقائيا لما يكون في عنا عملية جراحية سنية؟ نستخدم أموكسيسيلين 2 جرام فموي أو وريدي، أو كليندامايسين 600 ميلي جرام. كمان نستخدم وقائيا عند مرضى الحمى الرثوية من أجل النكس، يعني من أجل ما تنكس المرض. كمان نستخدم بنسلين. طول بالك محمد. بالنسبة لعمليات الأسنان، يعني هو العملية اللي بتأثر فيها جرح للثة، يعني قلع الأسنان العادي ما في، بس هو بده يكون عندك مرض قلبي، يعني مريض عنده صمام صنعي، ما بصير يروح على دكتور أسنان يعمل عملية جراحية. هو للوقاية من التهاب شغف، يعني هون ما في عندنا التهاب شغف، لكن مثل ما بتعرفوا الستروكوكس بريدانيس اللي هي العقديات الخضراء هي أشعة سبب، هي موجودة بتمنا، موجودة بشكل طبيعي، يعني فلورا طبيعية. لكن لما بصير في جرح باللثة بتدخل عبر هذا الجرح وبتدخل على الدم وبتروح، إذا كان في عندنا صمام صنعي أو مرض صمامي مثلا، ما ضروري صمام صنعي، مرض صمامي، بتحول لالتهاب شغاف، فمن يعني منضر المريض. بيقول لك إذا كان المريض بده يعمل عملية شق على اللثة مو قلع أسنان، انتبهوا، شق على اللثة، فلازم ياخذ صاد حيوي. الصادات اللي حكيتهم مزبوط، قبل ما يروح على دكتور سنين بساعة لازم ياخذ أموكسيسيلين، أو إذا بتحسس بياخذ كليندامايسين. إذا الاستطباب الأول إنها قبل عمليات جراحية، الاستطباب الثاني قبل الإجراءات السنية للوقاية من التهاب الشغف. استطباب ثالث، مين بيقول لي استطباب ثالث؟ حكيم، في حالات مريض التهاب السحايا أو مخالطي التهاب السحايا أعطيه ريفامبيسين. برافو عليك محمود، مخالطين التهاب السحايا بالسحايا. إذا قلت لي التهاب السحايا
محمد لا تحكي لحالك. التهاب السحائب السحائيات اللي بيكون فيه فرفوريات هذا معدي بشدة، أما التهاب السحائب العادي بالعقديات الرئوية مو معدي، الهيموفيلوس انفلونزا مو معدي، أما السحائيات فمعدي. فكل شيء كان على تماس مع هذا المريض ممرضة مرافق لازم يأخذ صاد حيوي، عادة بيأخذ سيبترياكسون أو سيبروفلوكساسين أو إيزونيازيد غيره. شو في كمان؟ تفضل حسين. شو التماس مع مرضى السعال الديكي؟ عائشة برافو عليك، التماس مع مرضى مثل السعال الديكي هذا معدي بشدة، والسل والملاريا كمان معديين بشدة. مرضى السل كمان لازم ياخذوا ريفامبيسين او ايزونيازيد. مرضى سيستيك فيبروسيس او سيستيك احسنت، سيستيك فيبروزيز التوسع القصبي، حتى حاليا سي او بي دي بيحكوا على موضوع انه ياخذوا صادات حيويه وقائيا، يعني هذول بيدخلوا كثير على المشافي فخلاص بيعندوا يعني. فهلا في توصيه انه ياخذ مثلا سيبروفلوكساسين مرتين بالاسبوع او ازيترو كمان التهاب العفوي الحوامل. حكيم كمان حوامل دكتور. طيب. بالجراحات الكبيرة مثل جراحة الأمعاء أو تبديل المفصل، يعني الجراحات العظمية حكيناها، حكوا الشباب ملاحظة المهمات. المرضى الحوامل اللي صار عندهم أسيمتوماتيك UTI انتانات بولية لا عرضية متكررة، يعني كلمة متكررة كتير مهمة، إذا صار عندهم يستطب انه نعطي صادات حيويه وقائيه طوال فتره الحمل. ويقول لك هاي الصادات بياخذوها قبل، يعني بعد كل جماع، فقط بعد الجماع. استطباب حقوق ممكن اذا كانت الغده حامل وعندها قصه للثقب او شيء باكر. ما عندي كثير خبره بالموضوع، بس مزبوط انه بيعطوا صادات حيويه وقائيه. نعم مزبوط حكي حكيم. الجذب للمسائل الحالبه خصوصا عند الاطفال يعني مترافق مع انتانات متكرره. الله، كل شيء واحد عنده انتانات متكرره ممكن نعطي صادات، مو بس الجذر للمسائل الحالبه، المسائل العصبيه، المرضى هدول مشلولين لفترات طويله، فممكن نعطيهم صادات حيويه وقائيه بشكل طبيعي. لكن حكيم في حالات التسمم اليوريميائي عشان نقضي على الفلوس. بس لا شيء ولا شغله، لا تحكوا لا أحد يحكي. أشير للشغلة إنه ما كل واحد حط قسطرة بولية لازم نعطي صادات وقائية، هي ممكن تجيكم بالخيارات وتعتبروها خطأ. يعني هاي ده شائع جدا إنه والله حطت قسطرة يحط له سيفترياكسون مشان ما يعني ما يصير عنده أنتان، خلينا نحط له المريض الفلاجيل مشان نفاجئ الجراثيم قبل ما الرئتين. مين كان عم يحكي؟ بس اللي كان عم يحكي بس يفتح ميكروفون، كان عم يحكي عن النزف اليوريميائي، ما فهمت عليه. انا حكيم، انا التسمم اليوريميائي لما بصير عندنا قصور خليه كبدي مشان نقضي على الفلورا. قصدك الاعتلال الدماغي الكبدي؟ ايوه. هذا الريفاكسيمين نعطي نحن الريفاكسيمين مشان مو نقضي على الفلورا، يعني هاي الجراثيم هي اللي بتنزف الأمونيا، فنحن مشان ما تنتج أمونيا اللي هي له علاقة بالآلية الإمراضية التي لا دماغية. مزبوط نعطي ريفاكسيمين، هو علاجي أكثر من أنه وقائي صراحة، ما بنحسن نقول أنه وقائي. لكن العمليات الجراحية على الرأس والعنق كمان ممكن، كل العمليات الجراحية لازم نعطي صادات بشكل وقائي قبل العمل الجراحي، صدرية، رأس وعنق، حدود البطن، إصابات عظمية، إصابات قلبية، استئصال رحم، سيفازولين حكينا. حكى واحد من الزملاء أظن قرب، بس أنا ما بعرف بالضبط شو حكى. النزف الهضمي عند مرضى دوالي المريء ينصح بإعطاء سيفترياكسون كصاد وقائي مشان ما يدخل بالتهاب ريتوان العفوي. أيضا المريض اللي عنده التهاب ريتوان عفوي متكرر ممكن نعطي نورفلوكساسين بشكل وقائي، يعني بين الهجمات، إن
مشان ما يصير معه التهابات قادمة. في حالة اسمها الحمى الرثوية، مين بيقول لي شو الصاد الحيوي اللي ممكن نعطيه؟ الحمى الرثوية صارت عشان ما يهز القلب. بنسلين دكتور؟ بنسلين ايش؟ في ولا عضلي؟ بنسلين بنزاسين. بنزاسين بنسلين، نعم، مو بنسلين في. بنسلين في فموي هو للعلاج الحمى الرثوية 10 ايام، بس بعدها بدنا نعطي بنسلين بنزاسين بنسلين اللي هو عضلي كل 21 يوم حتى عمر ال 20، او اذا كان في اصابه قلبيه حتى عمر ال 40 او 5 سنوات يعني ما بعد الاصابه. ايهما اكثر؟ يعني واحد مريض عمره 18 سنه ما بنعطيه لل 20، يعني بنعطيه 5 سنوات فوق 18 اذا انصاب. يعني ايهما اكثر؟ هي استطبابات الصدات الوقائيه. بتمنى ما حدا يعطي صاد حيوي وقائي دون الرجوع لهي الاستطبابات. الان اعطي في لسه الطفل اذا استأصلنا له الطحال بعد تكور كريات دم وراثي بنعطيه بنسلين مدى الحياه؟ ما يسمع فيها من جمال، اعطيني الدليل. كيف بجوز هو قصده قبل استئصال الطحال؟ يعني نعطيه نعطي لقاحات، ما بنعطي بنسلين، نعطي لقاحات. هذا نعطي المكورات الرئويه، ما هي مكورات السحاليات الرئوية والمستدمية النزلية من كورات سحائية. جراثيم ومحفظة. طيب راح أعطي أنا مرض جرثومي، تقولوا لي شو هو الصاد الحيوي الأفضل. تمام؟ نزات رئة مكتسبة في المجتمع خفيفة، ما في داعي لقبولها في المشفى، شو بنعطيها؟ سفتر رياكسيون مترولين أطار ليفو مترولين. يا شباب لحظة هيك ما بمشي حال. صاحبنا بدي يعطي سفتر رياكسيون بالبيت ويعطي معه مترولين دازول. مترولين دازول ليش الذات رئة مكتسبة بالمجتمع؟ شو الجرثوم اللي بسببها؟ ممكن يغطي اللاهوائيات بالمترولين دازول. ايه بس اللاهوائيات ليش يعني هي سبب لذات رئة مكتسبة بالمجتمع؟ لا حكيم، هي تكون حالات خاصة من ذات الرئة عند مرضى المسبوتين او مرضى العناية او اللي عندهم مشاكل عصبية، نعتبر انه ممكن استنشاق. اي ذات رئة استنشاقية، منين جبت اللي ذات رئة مكتسبة بالمجتمع فيها لهوائيات؟ حكيم فلوكساسلين نعطي ايجابية الجرام، تغطي ايجابية الجرام. ازيتروميسين صح. ذات رئة المجتمع وين تبعت لي الدليل؟ يعني مالك مقتنع بكلامي؟ لأنه موجود في مقررنا، يعني قصدي أنه المعلومة صح إلا غلط. غلط موجودة بمقررنا أطفال. المجتمع هي مكورات رئوية، بدك تغطي المكورات الرئوية. لا عفوا، قصدي على التكور الكريات الوراثية بعد استئصال الطحال، أنه من ناحية نعطي بنسلين وقائي مدى الحياة. أنا قصدي على هاي، ما هو على هي المعلومة أنا ما بعرفها. طيب نرجع على ذات رئة المكتسبة بالمجتمع. إذا مكورات رئوية، إذا كان نبعته على البيت ذات رئة خفيفة، لا عنده لا تسرع تنفس لا عنده شيء، نعطي أزيتروميسين أو نعطي ليفوفلوكساسين 5 أيام وبيروح على البيت. أما إذا ذات رئة مكتسبة بالمجتمع شديدة، يعني نقبلها في المشفى من الأخير، حكيم نعطي ليفوفلوكساسين أو أزيترو مع مترونيدازول. ممكن فلوروكنولونات حكيم.
توركينولون صحيح، ليبوفلوكساسين صحيح، او سيفتوريكسون وغيره لحاله مع الازيتوميسين مع الليبو، لا مع الازيتوماكوريدات. إذن ذات رئة مكتسر المجتمع عادة مكورات رئوية، أحيانا بيصير جراثيم لا نموذجية أتيبيكال مثل ليجونيلا المايكوبلازما، نضطر نعطيه مايسين أو كلاريستروميسين. سيفتري أكسون مع أزيتروميسين صحيح، أوغمنتين مع أزيتروميسين صحيح، ليفوفلوكساسين لحاله صحيح كمان، مدة العلاج 5 إلى 7 أيام. أما اللي عم يقول فلاجيل، رجاء شيلوا فلاجيل من ذهنكم. الفلاجيل بيعمل اختلاجات على فكرة بالمعالجة. طيب قربنا على المشفى، حطينا المريض والمشفى لشيء معين، كنا عم نعالجه مثلا، بنعمل له عملية جراحية، دخل على المشفى ليعمل أي شيء، طلع بذات رئة، هي سميناها ذات رئة مكتسبة بالمشفى. يعني بنحط المريض على المنفس ما بيكون فيه شيء، لسبب ما بيطلع بذات رئة، يعني هو بس عدت 48 ساعة دخوله المشفى مع دليل انه هو ما كان قبل المشفى في عنده شيء، او عدى عليه 48 ساعه موضوع المنفسه وما كان قبل المنفسه فيه شيء، سميناها ذات رئه مكتسبه بالمشفى او المنفسه. شو الاختيار الاول للصادات الحيويه بهيك حاله؟ بايبوسيلين مع تازوبكتان. حكيم فانكومايسين كمان كليندا مايسين حكيم فانكو وسيبروفلوكساسين كمان تازيديم حكيم. انطلق إلى بروتوكول خاص فيها في عدد، عدد أصناف فينا نستخدمها، لكن الأهم أنه مشاركة صنفين دوائيين سوا. الأشياء أنه ممكن نعطي جنتا مثلا مع حل كينولونات أو كذا، في عنا عدة خيارات يعني فينا نستخدمها. انت ممكن حكيم نعطي ايمي بينم او ميغو بينم، يعني شيء يغطي العصيات الزرق. تمام. ذات الرئة المكتسبة بالمشفى عادة بتكون سلبيات الجرام وخاصة بسيدوماناس، واحيانا يتداخل معها المكورات العنقودية المذهبة المقاومة للميسيسيلين المرسى. فاختيار تازوسين مع فانكومايسين هو اختيار جيد، اللي هو بيبراسلين تازوبكتام غطينا بسيدوموناس، والفانكومايسين غطينا المرسى. طيب مريض بيتحسس مثلا يعني على التازوسين لأنه هو من البنسلينات يعتبر، ممكن نستبدله بسيفتازيدين مثلا أو ميروبينيم، تمام، أو بليفوفلوكساسين، لكن يبقى الفانكومايسين على حاله. طبعا ذات رئة المكتسبة بالمشفى مدة علاجها أكبر شوي، ممكن 7 إلى 8 أيام إلى 10 أيام. طيب انتهينا من زوات الرئة، ننتقل الآن لالتهابات السحايا. عنا التهاب سحايا جرثومي وعنا التهاب سحايا فيروسي. التهاب السحايا الفيروسي ما بده أي علاج، أما التهاب الدماغ الفيروسي بده علاج بالأسيكلوفير. تعرفوا مدة العلاج بالأسيكلوفير بالتهاب الدماغ الفيروسي كم أسبوع؟ 21 يوم. طبعا الأسيكلوفير بده إيماها جيدة، ننتبه إنه لازم المريض يكون إيماته جيدة، لأنه بيعمل باللورات، الأسيكلوفير بيعمل باللورات ممكن تؤدي لقصور الكلوي. طيب التهاب السحايا الجرثومي، شو الجرثومة المسببة له عادة؟ مكورات رئوية، مكورات سحائية. مكورات رئوية، ممكن مكورات سحائية. أنت يا عائشة، الأشياء هي مكورات رئوية، مكورات سحائية نادرة كثير وقضت عليها بعد ما أخذنا لقاح البيسيجي. يمكن يا حكيم نفتح مسببات التهاب الأذن الوسطى. لقاح السل بيحمي من التهاب السحايا بالسحائيات، ايضا مستدمية النزلية، لكن الاشياء هو المكورات الرئوية. هذا جانا كيما العنقودية المذهبي، لا ما يشايع رغم ان اخذناه بالخماجية في المرتبة الرابعة. ما
هاي شائعة التهاب السحائي الجرثومي غير الرضي، كثير بيركزوا على كلمة غير الرضي لأنه الرضي هلا راح أقلكم إيش منضف له، شو العلاج النوعي له. سفتري أكسون مع أكسون مع فانكو مايسين، وممكن نعطي ديكساميتازون. حكيم السفتريكسون والفانكو ممكن نضيف الأمبيسلين بحالات معينة إذا كان مثلا المريض تحت بعمر صغير أو عمر كبير. إيمن ميروبينيم مع الروس بس وقت نشك فورا بالتهاب لازم نبلش بالسفتريكسون والفانكو وبعدين نعطي الدكسة. آراء أخرى لا حكيم، لازم نعطي أول شيء الدكسة تاميتازون وبعدين نعطي الصادات على ما أذكر مشان زيادة نفوذية الأدوية حاجز الدماغ دكتور. أول شيء نعطي الدكسة ميتازون وريدي أعطيهم مع بعض. دكتور أول شيء نعطي الدكسة ميتازون قبل إعطاء الصادات لتخفيف الآلية الالتهابية والارتكاز المناعي وزيادة نفوذية الحاجز الدموي الدماغ الكبيري. حكيم بذل في إف إف بعدين ما تصدى التخبرية. طيب تركوني أنا أحكي. أشياء هو المكورات الرئوية، الخيار الأول هو سيفترياكسون مع فانكومايسين، هي معالجة تخبرية مع ديكساميتازون. هلا مين قبل ديكساميتازون؟ يعني لازم على الاقل قبل اعطاء الدواء يعني بدقائق بعشر دقائق بربع ساعه نعطي ديكساميتازون، بيسهلنا دخول، بيسهلنا بخفف الالتهاب، بيسهلنا نفوذيه الادويه ضمن الصحايا. فنحن بالاسعاف عندنا سيفترياكسون وعندنا فانكومايسين وديكسا، اول واحد نعطيه ديكساميتازون تمام. بعدين تاني واحد هو السيفترياكسون. الفانكومايسين بيطول، بده تسريب يعني ما في داعي للسرعة في أعطائه. السيفترياكسون بيغطي المكورات الرئوية، الجرعة بالسيفترياكسون مضاعفة، هاي بدي تحفظوها هاي الجرعة. جرعة السيفترياكسون بالتهاب السحايا ما هو 1 جرام ضرب 2، إنما 2 جرام ضرب 2، يعني جرعة مضاعفة. أعطينا الجرعة مضاعفة، كل ساعة تأخير في أعطاء الصدات الحيوي بالتهاب السحايا يعني زيادة نسبة الوفيات 7%. لذلك بالإسعاف لازم نعطي السيفترياكسون إذا شكينا بالتهاب السحايا. طب يا دكتور بعد شوي بزلنا السي اس اف وما طلع التهاب السحايا، إيه ما في مشكلة، ما في مشكلة، بس أنت أعطيت على الشك تخبري. طيب مين نبذل أول ولا نعطي السيفترياكسون؟ لا نعطي السيفترياكسون، أنت مش شاكك وعندك صلابة نقرة، عندك حرارة أقياء، أعطي الصادات الحيوية وبعته على البزل. بزلته طلع مو التهاب سحايا، ما في إشكال، طلع التهاب سحايا أكدت وتصرفت بشكل مبكر. ديكساميتازون سيفترياكسون بعدين بزل. لا يؤثر أعطاء الصدات الحيوية على البزل طالما أنت خلال إيش؟ خلال 24 ساعة. يعني إذا أخرت والله ما بتعرف تبزل، أجوا لتاني يوم الدكاترة التانيين بيبزلوا، إيه ما في مشكلة لبكرة. طيب هذا الخيار الأول سيفترياكسون فانكومايسين وديكساميتازون. مثل ما قال أحد الشباب الأمبيسلين منضيفه بحال حالات معينة اللي هي أول شيء الحوامل منضيف لهم أمبيسلين، بالنسبة للأطفال تحت عمر الشهر والمسنين فوق عمر 50 سنة، الكحوليين أيضا منضيف لهم أمبيسلين أو المرضى اللي عندهم نقص مناعة. إذا الأمبيسلين مضاف ل السيفترياكسون مع الفانكومايسين. طبعاً هاي الشغلة غريبة شوي إنه نعطي بنسلينين بكورس واحد، وهي ما رح تلاقوها بالطب حالة، يعني ما لازم نشوف أمبيسلين مع السيفترياكسون، إنه هدول اثنين هتون نفس الزمرة اللي هنن من زمرة البيتا لاكتام يعني. طيب هاي الحالة الشائعة لما بيكون في عنا رض يا شباب لازم نغطي البسيدوموناس، يعني نستبدل السيفترياكسون مثلاً بسيفتازيدين، سيفترياكسون بميروبينين مثلا، عرفت شلون؟ طبعا لما يكون في عندنا حساسيه كمان على الب...
بالتراكتام ممكن نستبدل يعني السيفت رياكسون بتازوسين، ممكن ما في مشكلة إن شاء الله. مدة العلاج مهمة، بالمكورات الرئوية 14 ممكن نمددها ل 21 يوم إذا ما تحسنت. الاستريا حصلاً 3 أسابيع لازم نعطي. النيسيريا 7 أيام بس، نيسيريا السحائية 7 أيام. مستدمية النزلية 10 أيام. المكورات العنقودية مذهبة كمان 3 أسابيع. إذا نحن المكورات الرئوية 14 يوم تكفي. طيب ننتقل لنوع تاني من الامتحانات اللي هو النوع المسالك البولية، التهابات المجاري البولية. يعني التهابات مجاري بولية غير مختلطة، وهي مختلطة يعني التهاب المثانة. أنا بحب أقول لكم بالنسبة لالتهاب المثانة كثير مهم عندي، إنه التهاب المثانة هو التهاب بسيط، ما في داعي نعطي صدات حيوية قوية. وإذا نعطي صدات حيوية لازم ما تكون لمدة طويلة، يعني 3 أيام تكفي. أما التهابات المسالك البولية الشديدة أو المختلطة مثل التهاب حويضة وكلية فبدها صدات حيوية، وبدها أحيانا لفترات طويلة. فشو الجرثومة الأكثر إصابة في الإنتانات البولية بشكل عام؟ شو تاني أشياء جرثومة مسببة للالتهابات المجاري البولية؟ الإشريشيا كولاي. لا الأشياء الإشريشيا كولاي بدي. لا التانية أشياء كليبسيلا. هلا في حكيم الثلاثة يمكن كليبسيلا والبروتيوس متقلبات غيره مفطورات كمان حكيم. غيره يرسيني يا شباب مش بكم يرسيني طاعون بروتيوس كلاميديا حكيم لو صيات الزفق واسمع ما بعرف الله ان العقديات السابروفايتيك هي بسموها عقديات السابروفايتيك الحالة نسيت شو ترجمتها بس سابروفايتيك اسمها نوع من أنواع العقديات تصيب الجهاز البولي أشياء إيكولاي وتاني أشياء سابروفايتيك. الإيكولاي عفواً البروتيوس والكليبسيلا صحيح لكن ما هو إنه تاني أشياء سبب. طيب شو بتقترحوا لالتهاب مثاني بسيط معطي لا تعني شو سيفكسين بكتيريم أو نيتروفرانتوين غير مختلط أما المختلط ممكن نبلش بالفلوروكينات يمكن 7 أيام غير 10 أيام. أنا ما بحكي مختلط يا شباب لحظة أنا بحكي غير مختلط، عم بحكي إنتان بولي بسيط التهاب مثاني بعد 3 مركبات فينتوين أكترين من نيتروفورانتين والفوسفومايسين هدول أشياء لا ممكن أوغمانتين ممكن طيب إذا يعني اخترتوا كل معظمكم نيتروفرانتوين صحيح ممكن نعطي 3 أيام انتبه عند الحوامل ما بنعطى لا بالثلث الأول ولا بالثلث الأخير ممكن نعطي باكترين صحيح 3 أيام كمان ممكن نعطي سيبروفلوكساسين كمان 3 إلى 5 أيام ممكن نعطي فوسفومايسين أيضا صحيح. إذا أجا واحد قال لي بدي أعطي جيل أول سيفالوسبورينات بقول لك بقول له ممتاز جيل أول كويس سيفالاكسين مثلا سيفادروكسين. إذا حامل ممكن نعطي أموكسيسيلين
أو السيبرو يعني غير آمن، البكتريم غير آمن، نيتروفورانتوين غير آمن، ممكن نعطي أموكسيسيلين عند الحوامل. أما التهاب الحويضة والكلية اللي هو بسموه الإنتانات المختلطة، شو بتعطوها شباب؟ دكتور ممكن نعطي امبسلين مع البيدات حكيم الغالي، يعني المفروض نعمل هون بهالحالة نتأكد يعني، لكن علاج تخبر لازم بلاش بردات قوية الكينولون مثلا فلوروكينولون اموكسيسيلين. دكتور ممكن سيفالوسبورينات، ممكن امبسلين، اميغلوكوزيدات، اميكاسين، اموكسيسيلين، اميبينيم، ميروبينيم. حكيم بس سؤال من فضلك، بالنسبه لالتهاب الحويضه والكليه، المريض مريض مشفى ولا مريض يعني فينا نعطيه علاج ويعني يتعالج بالبيت؟ كل التهابات حويضه وكليه لازم تقبلهم بالمشفى. التهاب المثاني ما في داعي لقبوله في المشفى، اما التهاب الحويضة وكلية لازم تقبله في المشفى لانه بتحول لسبسز، بتحول لسبتيك شوك باي لحظة. ايه تمام حكيم. طيب المعظم ذكر اشياء سليمة. الخط الاول هو سيبروفلوكساسين، ممكن نعطي سيفترياكسون صحيح، ممكن نعطي اوغمنتين صحيح ايضا. وعما بريد تعطوا يعني كرسالة، أعطي صادات حيوية وسائل الطيف، بس مو لدرجة إنه نعطي ميروبينين من الخط الأول، لا ممكن نعطي صادات وسائل الطيف الخطوط الأولى أوغمنتين، سيبروفلوكساسين، سيفترياكسون. ما نلجأ للصادات الحيوية وسائل الطيف اللي بتغطي اللاوعيات والسلبيات والبسيدوموناس وإلى آخره. طيب حكيم، إيش قد مدة العلاج في التهاب الحويضة والكلية؟ تمام 14 يوم. شكرا للسؤال. حكيم ولا جرس الأشياء؟ إيه؟ طيب نجي للإنتانات الجلدية اللي نشوفها كتير، هي التهابات النسج الخلوية، التهاب السيلولايتس، بصير فيه أحمرار على حسب الحالة، إنه في خفيفة وفي شديدة. شديدة بتتراوح مع سبسس، أحيانا المريض هيك اللي عنده هيك سكر أو كذا بصير معه التهابات، مثلا جرح بإجره إلى آخره، بصير التهاب يعني محدود. هذا ممكن شو نغطي؟ ما في قرحة كبيرة، ما في سبسس، ما في حرارة، ESR طبيعية، ما في ريحة. دكتور ممكن أوغمنتين؟ سيفازولين. طيب ممكن نفس اللين بس ما بتزمن. طيب ما بعرف يعني مصرين الا تعطوا صادات حيويه وسعد الطيف، يعني لينزولايد بهيك حاله ليش؟ عم بقول لكم التهاب نسيج خلوي خفيف خفيف خفيف، لينزولايد لو شديد ما بدي تعطوا. والعنقوديات المقاومة ممكن نعطي لينزولايد إلى المقاومة، مو لشغلة والله خفيفة شوية سيلولايتس. أنت ممكن يصير معك سيلولايتس، الله روح العب طابة تجرح حجرك يصير معك سيلولايتس، خلاص أعطي شيء عنقوديات مذهبة العامة، يعني الأموكسيسيلين صح، الأوغمنتين صح، الفلوكساسيلين صح، الجيل الأول من السيفاسورينات، سيفادروكسين، سيفالاكسين صح. الله جاءنا حالة شديدة، ايه ممكن نغطي يعني
فانكومايسين مثلا نعطي فموي ولا وريدي ولا اذا حاله خفيفه ما في داعي تعطي غير فموي مده 7 ايام، اذا كانت حاله شديده مدة 10 ايام. كيف بنميز الخفيف من الشديد يا حكيم؟ الامتداد وسبسس بيكون في عنا ارتفاع كريات بيض، في حرارة عروقات عند المريض، ارتفاع كريات بيض، ارتفاع سي ار بي كتير، ونصبر عليه ما في مشكلة نصبر عليه. قدم السكرية الخفيفة اللي هي اقل من 2 سنتي، اذا كانت قرحة ما في علامات سبسس، ما في ريحة بشعة، اي اس ار طبيعي، بعته على البيت على اوغمنتين ونقول له يس وراقبة. اما اذا كان انتان شديد قرحة اكثر من 2 سنتي، في ريحة، العظم مبين، قيحة بيطلع منها، في عنا سبسز، ارتفاع كريات بيض، ارتفاع سي ار اي اس ار، يعني معناتها في عنا ذات عظم نقي، ممكن نعطي الفانكومايسين مع التازوسين. جراثيم الأشياء بالالتهاب القدم السكرية هي عادة عقوديات مذهبة ولا هوائيات، لما يكون في ريحة خاصة من الإنتانات الشديدة، لذلك مغطي بالتازوسين مشان نعطي اللاهوائيات. طيب ننتقل لإنتانات الهضمية، عنا التهاب البريتوان العفوي اللي بنشوفه عند مرضى أشياء سبب له شو هو؟ تشمع الكبد؟ برافو، لا أشياء سبب جرثومي، أشياء جرثومي يعني أكيد كرونية حكيم كولاي إيكولاي. نعم الأشياء هو الإيكولاي. شو الجرسو، شو الصاد الحيوي اللي مغطيه هون عادة؟ سين سيبرا فلوكساسين امبينيم سيفوتاكسيم. أحسنت يا علي، أحسنت يا علي، سيفوتاكسيم التهاب بريتوان العفوي سيفوتاكسيم. الله، أحيانا بصير في عندنا التهاب بريتوان جراحي، يعني بيكون مثلا التهاب زايد مثلا في جرح بالبطن مثلا سكينة أو إلى آخره، فهون لازم نغطي لهوائيات، يمكن يعني نعطي سيفترياكسون مع مترونيدازول، سيبروفلوكساسين مع مترونيدازول. عموما كل شيء بالبطن انتانات مثلا التهاب مرارة، التهاب طرق صفراوية، لازم نعطي شيء للسلبيات وشيء للاهوائيات، فسيبرو وميترونيدازول صحيح، تازوسين لحاله صحيح لانه بيغطي الاهوائيات، ميروبينيم لحاله صحيح لانه بيغطي الاهوائيات. بس نحن بنبدأ بالشغلات البسيطة، ما هي كتير بتواسعة الطيف مثل الميروبينيم، نعطي سيبرو وميترونيدازول. طيب ممكن نحكي عن بعض هيك الصدات الحيوية الشائعة، التهاب الأذن الوسطى مثلا ممكن نعطيها، شو سببها؟ عند الأطفال عادة، عند الكبار العنقوديات مذهبة، العنقوديات الرئوية والمستدمية النزلية. شو بنعطيه علاج التهاب الأذن الوسطى عادة؟ أوغمنتين. يعني هون بكل الكتب بيقول لك الأموكسيسيلين، يعني أذكر بأول الثورة كان يعني في أطباء بلا حدود جايين، أطباء أجانب عم بيقابلوا أطباء منشان يشتغلوا بمستوصفات المخيمات. قابلني احدهم وقال لي شو الخط الاول للتهاب الاذن الوسطى، قلت له أموكسيسيلين، قام قال لي مقبول فورا قبلني. هو بده حدا ما يغطي الصدات، يعني
كميات كبيرة، ما تعطي مثلا التهاب الأذن الوسطى تروح تعطيه 10 إبر روس رياكسون يعني، أو أمبيسلين، خلاص أموكسيسلين بكفي. ممكن إذا شفت المريض ما عم يتحسن تحطه على الأوجمانتين لأنه يعني فيه كلافونيك أسيد يعني. حتى الأزيتروميسين بكفي، 3 أيام أزيتروميسين بكفي للمريض. مدة علاج التهاب الأذن الوسطى هو 10 أيام. التهاب الأذن الخارجية رح نشوفها حاليا الفترة القادمة بالصيف كتير، بيكون المرضى يعني شو الأشياء سبب التهاب الأذن الخارجية؟ بيكون الدان مؤلمة كتير. البيستيدوموناس. أحسنت يا عبد الرحمن. البيستيدوموناس هو أشياء شيء التهاب الأذن الخارجية. شو الصاد الحيوي اللي ممكن نعطيه؟ طبعا بشكل قطرة أذنية. سيبروفلوكساسين. سيبرو كورت حكيم اللي بيعطوا دائما قطرات اللي هو فيه كورتيزون. سيبرو كورت فيه كورتيزون بيعطي قطرة أذنية 4 قطرات الأذن الوسطى مع الساعة. أي مسخرة هاي دير مرهم. عم نحكي على أذن السباح يعني التهاب الأذن الخارجي، ما عم نحكي على التهاب الأذن الفطري. هاي الخلطات يعني بدك تشوفه منها كتير. سألوا المريض كنت عمي رحت مسرحها يقول لك ايه خلاص هاي التهاب اذن السباح اذن خارجية سيبروفلوكساسين مع ديكسا هي اسمها سيبروكورت 4 نقط في كل اذن او بالاذن المصابة بس كل 12 ساعة علاج 7 ايام تقريبا. حكيم انا سألت ليش عم يعطي هيك فقال لي الدكتور انه صعب يميز بين التهاب الاذن الاكزيميا والتهاب الاذن الفطري. هاي لما يكون مزمن، لما يكون مزمن لحاله مو لما يكون حاده راح يراجع على المسبح وجاي. طيب التهاب اللوزات عاده فيروسي، انتبهوا التهاب اللوزات فيروسي. بدك تشوف القيح بعينك وتشوف يكون عندك تضخم بالعقد اللمفاويه. شوف المشهد السكور هذا تبع التهاب اللوزات. التهاب اللوزات فيروسي ما في داعي تعطي صادات حيوية، بالعكس إذا أعطيت الصادات ممكن يتدهور مثل مثلا الإبشتان بار فيروس الحمامة الخمجية هي. إذا أعطيته مثلا بنسلين أو أموكسيسيلين تلاقي صار عنده طفح يعني. أما التهاب اللوزات القيحي شو بنعطي؟ بنسلين او اموكسيسيلين. بنسلين في اول بنسلين حكي. نعم هو بنسلين في لكن غير متوفر. بديل عنه ممكن نعطي الازيتروميسين او الاوجمنتين. تمام طبيب اطفال حكيم عن متوفر في السيتاليه أوفر أطول. عندكم شوي سؤال بالصادات الحيوية سألوني. حكيم في سؤال ما بتعلق بالصدات بالضبط، بتعلق بالصدات الوقائية. أسامة حكيم على ما أعتقد في عند حامل يعني استطلاب معالجة وقائية بالسلكسين على ما أعتقد يعني. ما فهمت سؤالك على السوا بس قصدك يعني كل مريض المريضة حامل لازم نعطيه صدات حيوية هيك قصدك؟ لا حكيم التهاب حوضة وكلية حامل ناكس طبعا اي يحتاج هذا صدات حيوية وقائية صح. غيره دكتور بالنسبة
وني في وزني وش ممكن تصير كان نقدر المرض ما سمعت عليك شيء أحمد دكتور إذا كان في عندنا التهاب لوزات في روسي في وزني إيش ممكن تصير مع المريض بروفين تعطيه بروفين يكفي غيره مين كان عم يسأل علي؟ ايه حكيم بالنسبة للكلام اللي بالنسبة للحاضر استخدم القطرات الموضعية امتى بنستخدم ايش؟ القطرات الموضعية يعني او التهاب الأذن الوسطى ما بده قطرات التهاب الأذن الوسطى ما بده قطرات لا تعطي طول صدات جهازية حسنا حكيم اذا صار مزمن نعطيه قطرات عم يحكي على الحاد هو سائل على الحاد ما في داعي حكيم ذات الرئه المكتسبه بالمجتمع مره بالمجتمع من مغطي الاحوائيات ايجابيات ازيتروميسين مثل او اعطي ليفوبلكس والله ما قلت ما قلت والله العظيم ما قلت والله العظيم ما قلت مين قال نتجنب المترونيدازول هلا ذكرت يعني ما ما انا ذكرت ما رفيقك هو اللي ذكر يا شباب احلف لكم يمين ما ذكرت له هاي ذات رئه مكتسب قضيات رئويه يعني نتجنب المترونيدازول بالذات الرئه تجنبه معلش يلا صباحوا على خير خلص الدردشه اليوم انت من اهل الخير الله يجزيك خير يا دوله سجل امتحان